يعني أي إنسان بيصلي أو بيزكي أو بيصوم مفترض أن ينعكس أثر هذه الأعمال الصالحة على الإنسان في مسألتين: أن تقوى صلتك بالله سبحانه وتعالى فتزداد مراقبة لله. الحاجة الثانية أن تتحسن العلاقة بينك وبين الناس. ولذلك كنا نقول أن الذي يصلي ثم يخرج ليتعامل بما لا يرضي الله عز وجل نقول هذا الشخص عنده انفصام في شخصيه، عنده مرض نفسي كانه لم يستفد شيئا من صلاته، كيف ترك؟ قام الشهر كله وكيف ترك؟ صام الشهر كله ثم نجده بعد ذلك يتعامل باسوء المعاملات. الشرع الحديث حينما اراد من الناس ان يعبدوا الله عز وجل وحينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالاسلام ليعبد الناس ربهم كان يقصد الى ان ينعكس ذلك على الانسان في علاقته بربه وفي علاقته مع الناس في اي شيء، في علاقته بربه في العبادات فيزداد الطاعات والعبادات اكثر واكثر، وفي علاقته بالناس سواء